انطلقت في القاهرة اليوم وعلى مدى 3 أيام فعاليات المنتدى العربي السادس حول آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية. يناقش المنتدى برامج الطاقة النووية في الدول العربية وفرص تعزيز التعاون العربي والفهم العام حول قضايا رئيسية تتعلق بالطاقة النووية. آفاق توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحر بالطاقة النووية عنوان يحمل بين طياته العديد من الأهداف التي يسعى إليها المنتدى العربي السادس للطاقة النووية الذي تعقده هيئة المحطات النووية خلال الفترة من السادس وحتى 8 من الشهر الجاري بالقاهرة تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء، حيث يتناول المنتدى كيفية الاعتماد على الطاقة النووية لتوليد الكهرباء وإزالة ملوحة المياه ضمن الاستخدامات السلمية للطاقة النووية. مصر دخلت بثقل كبير جدا في مسألة الطاقة النووية، ويمكن احنا النهاردة بنبني لأول مرة في المنطقة المحطة النووية، ويمكن ماشيين حتى طبقا للجدول الزمني، وبالعكس احنا في بعض الأحيان سابقين الجدول الزمني. وحضرتك عارف احنا يمكن من فترة قريبة احتفلنا بالصبة الخرسانية الأولى، مرة للمفاعل الأول ومرة للمفاعل الثاني، وأنا من زملائي العاملين في هيئة المحطات النووية قالوا لي إن شاء الله كمان الكلام ده على قرب نهاية العام القادم أو قبل نهاية العام القادم هيكون قدر يصب برضه الصبة الأولى في المفاعل الثالث والرابع. هذا المنتدى معني بتوليد الكهرباء وتحلية مياه البحر بالطاقة النووية، ده امتداد للنجاح اللي تحقق في المنتدى السابق في 2019، وده حقيقة بيطلعنا وبيعمل من نوع من أنواع التبادل وهو بين الدول العربية لتنمية البرامج النووية إن شاء الله. أهداف عدة يعمل عليها المنتدى، منها دعم توجه الدول العربية نحو استخدام الطاقة النووية ودورها في تلبية الطلب المتزايد على الكهرباء والمياه المزالة ملوحتها، وذلك على مستوى صانع القرار، إضافة للتواصل والنقاش بين ذوي الاختصاص وتبادل المعلومات والخبرات بشأن المنهجيات الوطنية لدراسة الطاقة النووية بغرض تأهيل وتطوير الموارد البشرية من خلال الموائد المستديرة والجلسات العلمية التي تتم خلال فعاليات المنتدى، وذلك لوضع سياسات التخطيط للطاقة وتقنيات محطات الطاقة النووية وتطوير البنية التحتية لها. نعرف أن الدول العربية تفتقر إلى الماء، أغلب الدول العربية هي عندها مشاكل مائية، ولا وحتى الطاقة موجودة، عندنا مشكل في الطاقة، والمنتدى هذا هو جاء تدعيما للبادرة المصرية الحقيقة التي يجب أن نبني عليها، ونحن في دعم متواصل مع البادرة المصرية. الدول العربية لها تجارب طويلة في هذا المجال، لكن النتائج لا زالت يعني نحتاج إلى تطوير هذا العمل، والجامعة العربية حريصة على أن تدفع باتجاه التطور كبير يشمل كافة الدول العربية والدول التي سباقة في هذا المجال، مصر في المقدمة طبعا ودول عربية أخرى. فيما تتضمن الفعاليات معرضا مقاما بمشاركة كبرى الشركات في مجال الصناعة النووية بأفكار مبتكرة سواء محليا أو عالميا، وهو فرصة لخلق مناخ جاذب للاستثمار، خيار استراتيجي لتحقيق التنمية المستدامة من خلال توليد الكهرباء وإزالة ملوحة مياه البحار بالطاقة النووية، وهو ما بدأت فيه مصر بخطوات ثابتة وتسعى إليه الدول العربية ضمن استراتيجيتها لتنويع وتأمين مصادر الطاقة بها، وهو ما يدعمه هذا المنتدى العربي السادس للطاقة النووية. سالي سالم، التلفزيون المصري.